الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. تشهد أسعار الشقق السكنية بالمجمعات في بغداد غلاء فاحشا مع غياب التخطيط والمتابعة وعدم تفعيل القوانين الخاصة بالاستثمار، وهذا ما دفع المستثمرين للجشع ورفع سعر تلك الوحدات لمئات الآلاف من الدولارات. وبحسب مراقبين فإن سعر أصغر شقة في المجمعات السكنية الجديدة داخل بغداد وصل إلى أكثر من 200 ألف دولار أمريكي، مؤكدين أن المستثمرين بالغوا في الأسعار التي لا يقوى عليها المواطن البسيط رغم تخصيص المجمعات هذه لإنهاء أزمة السكن حسب القوانين، مشيرين إلى أنه من الأسباب التي دفعت بالمستثمرين لاستغلال الفرصة ورفع الأسعار هو غياب التخطيط وعدم تفعيل القوانين الخاصة بالاستثمار والسكن. أظهرت بيانات مختصة حلول العراق في المرتبة 81 من أصل 103 بلدان من حيث حجم إنفاق الفرد على طعامه في المنزل، حيث لا يشمل المسح تناول الطعام في الخارج. وجاء متوسط إنفاق الفرد العراقي الواحد على طعامه خلال عام كامل ما قيمته 795 دولارا فقط، بما يعادل حوالي 3000 دينار لكل فرد يوميا. وأحلى العراق في المرتبة العاشرة عربيا بمتوسط إنفاق الطعام لكل فرد بعد كل من الإمارات والسعودية وعمان والكويت وقطر ومصر ولبنان والبحرين والأردن. تعتزم مصافي التكرير في الساحل الغربي لأمريكا استبدال وارداتها من النفط العراقي الثقيل بخام أرخص من كندا حسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ. ووفقا للبيانات الأولية، يتوقع أن تنخفض واردات ولاية كاليفورنيا من خام البصرة الثقيل إلى 3587 برميلا يوميا فقط، انخفاضا من 76 ألف في شهر أيار الماضي. توقع البنك الدولي أن ينخفض النمو الاقتصادي للعراق في العام 2024 ليصل إلى 0.3%، على أن يحقق نمواً في العام 2025 يصل إلى 3.8% و 5.3% للعام 2026. وأضاف البنك الدولي أن النمو الاقتصادي في العراق هو ليس نمواً ذاتياً، وإنما هو نمو عابر مرتبط بمتغيرات خارجية أهمها ارتفاع الطلب العالمي على النفط وارتفاع أسعاره، ومن ثم لا يمكن الاعتماد عليه في خلق الآثار الإيجابية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.